على الماء كما ترون أمامكم. إذن المظلات يتم قطعها وتسريحها كي لا تبقى متصلة بالمركبة. دراغون مهمة الطموح عادت إلى الأرض. ستيف بوين، وودي هوبر، سلطان نيادي وأندري فادياف تأكيد بالهبوط. تلقيناك هبوط على الماء ونرى أنه قد تم قطع المظلات الرئيسة. بعد 17 ساعة رحلة العودة من الفضاء عادت مهمة كرو 6. إذن الفرق، فرق الاستعداد جاهزة لكي تقوم بالوصول إلى المركبة. ستستغرق العملية 30 دقيقة لإخراج سلطان نيادي، وودي هوبرغ، أندري فدك وستيفن بوين ليخرجوا الطاقم. وبالطبع لدينا مركبات الاسترجاع أو الاسترداد التي ستقوم بانتشالهم من المياه. نحن في وضعية مستقيمة تأكيد. نرحب بعودتكم وشكرا لكم لأنكم كنتم على متن رحلة سبيس أكس. مهمة الطموح تتقدم بالشكر منكم جميعا، وتتقدم بالشكر من المحطة الأرضية وفريق الاسترداد وكل المركبات الموجودة. فعلا لقد كانت رحلة مذهلة، نقدر كل الجهود التي بذلتموها. تلقيناك ونحن كنا مسرورون بمساعدتكم. دون أدنى شك سوف نحرص على إجراء كل